أهلا بكم في واحدة من أهم الحلقات. يكفي أن أقول لكم أنها عنوانها القلب، أمراض القلب بكاريزمتها الخاصة جدا وجاذبيتها التي فرضتها ربما حتى السينما العالمية والمصرية في طرحها لأمراض القلب بشكل فيه من الميلودراما الكثير. حتى صناع ما يسمى بالميديا الطبية المختصرة اللي بيشرحوا أشكال عرضية للأمراض اهتموا بأمراض القلب أكثر من غيرها. يعني لما نيجي نشوف شرح مثلا لشكل الذبحة الصدرية، جابوا له عشان يعملوا توصيف لشرح الذبحة الصدرية عملوا فيلم مختصر، فيلم جابوا فيه ممثل وسيناريو وتصوير، واحد هو سايق عربيته، العربية عجلة نامت، نزل صحته تبدو جيدة جدا، بص على البتاع انفعل طبعا، زهق زعل ضغطه عالي، راح يجيب البتاعة دي استبنى عشان يغير العجلة، وهو بيغير عجلة بذل مجهود زيادة شوية بدأ يحس بألم في الكتف الشمال. شوف بص بدأ يحرك كتفه الشمال إحساسا منه بالألم، وبعدين الألم بدأ يزيد لدرجة إن في صعوبة في التنفس، احتقان زي ما شايفين في أوردة العنق، وبدأ نفسه يزيد صعوبته أكتر وأكتر، وعرق شايفينه. حتى شوف الصناع يا أخي أولاد لذينة جامدين جدا في الصناعة. وطبعا دور على موبايله لانه هو مدرب، على طول هيتصل بقى ب 911 اللي هو خدمه النجدة ولا الاسعاف بتاعهم، على طول الحقوني انا عندي الم في الصدر وعندي كرشه نفس. هو مدرب منذ الصغر على انه يعمل التصرف ده لو حس بالم في صدره او حس بصعوبه في التنفس. مقياس حضاره الامم بقى في الفتره الزمنيه من هذا الاتصال ووصول سياره الاسعاف هيجي في قد ايه؟ هيجي بسرعة سيارة الإسعاف المجهزة بالناس اللي فاهمين، مش سيارة الإسعاف اللي جاية يعني مجرد إنها بس تنقل، لا لا، ده سيارة الإسعاف هناك ممكن تقوم بإجراء عملية داخلها طالما مجهز، أكسجين بيدخل، أدوية معينة بتدخل، بنلحق شكل الذبحة الصدرية، ربما كمان يدوبوها في سيارة الإسعاف إذا أمكن. في بعض السنترز المجهزة بيعملوا حاجات قريبة من كده. كالعادة القلب له كاريزمته الخاصة وأمراضه لها حضورها الطاقي، وخصوصا لها واسعة الانتشار في المجتمع العالمي مش في المجتمع المصري ولا العربي. وعلشان كده بما أن هذا المستوى الحواري هيكون دقيق للغاية، وخصوصا أن موضوعنا النهاردة وأول صفحة في كتاب القلب وهو فشل عضلة القلب الهارت فيلير، هذا الموضوع العنيف جدا العميق التكوين جدا المتعدد ومترامي الأطراف جدا في الشرح، هيكون معايا ضيف على هذا المستوى الرائع جدا في هذا الموضوع، القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع الكبير طبعا الأستاذ الدكتور ياسر أحمد صادق، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي، طبعا استشاري الأسطرة التشخيصية والعلاجية لشرايين القلب والشرايين الطرفية بمعهد القلب القومي، زميل جامعة سان ماتيو بإيطاليا، ورئيس قسم القلب بمستشفى أندلسية المعادي الاسم الشهير. أهلا بيك يا دكتور محمد. اهلا بيك، منورنا النهارده. الحمد لله. في واحده طبعا من المواضيع المفضله يعني الجميله جدا، عضله القلب عندما تفشل. يعني ايه عضله القلب تفشل؟ عضله القلب هي عضله الجسم في احتياج ليها، كل اعضاء الجسم في احتياج ليها، ولذلك جت اهميتها، لان كل عضو في الجسم محتاج دم عشان يشتغل ويؤدي وظيفته على أكمل وجه. هذا الدم هو بيتلقاه من القلب، ولذلك جت أهمية عضلة القلب. هي عضلة تنقبض وتنبسط في كل إنسان بمعدل تقريبا 70-80 انقباضة وانبساطة في الدقيقة، لتوزع الدم على جميع أنحاء الجسم، وبعد كده بتستقبل الدم ده تاني عشان تعمله عملية زي ما بنقول بتحمله بالأكسجين عشان يروح هذا الدم المؤكسج لكل أعضاء الجسم. زي ما شايفين في الفيديو كده كل الدم اللي في الجسم بيروح عبر الأوردة، ومن الأوردة دي بيوصل للجزء الأيمن من القلب، وبعد ما بيوصل للجزء الأيمن من القلب بيروح لعملية إنه يبقى مؤكسج من خلال الرئة عبر الشريان الرئوي، ثم بعد كده بيستقبله الجزء الأيسر من القلب خلال الأذين الأيسر، ثم البطين الأيسر، ثم يندفع من خلال الصمام الأورطي والشريان الأورطي إلى جميع أعضاء الجسم. فعشان كده جت أهمية عضلة القلب. من هنا اللي طبعا القلب هو
المغذي الاول والرئيسي. بالظبط بالظبط. تمام. طب يعني يعني لما نقول ديفينيشن اوف هارت فيلير، تعريف القلب، فشل القلب. طبعا فشل القلب هو خلل في اللي احنا قلناه، خلل في التلقي او انه يوزع الدم. الخلل ده الحقيقة ليه أسباب كتيرة جدا، أنا اخترت موضوع هو كبير قوي، لكن إحنا إن شاء الله نحاول نبسطه للناس، لأنه فشل عضلة القلب ليه أسباب كتيرة جدا ولامم كل تقريبا معظم أمراض القلب. العضلة ابتدت لا تودي دم كويس لبقية الأعضاء في الجسم، فهيبتدي يحصل أعراض كمان خارج نطاق عضلة القلب، مش أعراض قلب بس، أعراض تانية مرتبطة زي مثلا هنعرف دلوقتي قدام في الحلقة، واحد يقول لك أنا عندي صعوبة في الهضم، ده ممكن يكون عرض من أعراض القلب. يقول أنا عندي صعوبة في التركيز، ده ممكن يكون عرض من عرض فشل عضلة القلب. ده يعني إذن الأعراض هتبان، لأن أعراض كتيرة وأعراض متنوعة. بالزبط. لكن أول التعريف عبارة عن سطرين، هنتكلم على التعريف كمان شوية، بس نرجع لفكرة الأسباب، يعني إيه اللي يخلي عضلة القلب تبوظ؟ خلينا نقول إن الأسباب هي أسباب كتيرة جدا، لكن إحنا نقسمها بالمراحل العمرية، بمعنى إن إحنا عندنا في المرحلة المتوسطة من العمر اللي إحنا بنقول عليها من سن 40 ل 60 سنة في مصر، دي أشهر سبب لفشل عضلة القلب هو احتشاء عضلة القلب أو الذبحة الصدرية غير المستقر، يعني جلطات القلب والذبحة الصدرية غير المستقر. وده الحقيقة احنا بنشوف العدد زاد جدا، وكمان الفئة العمرية دي ابتدى يلحقها فئة عمرية أصغر منها في العشرينات والثلاثينات، وبنشوفها كتير جدا دلوقتي. أعتقد من ضغوط الحياة ومن العادات السيئة في التغذية والتدخين، كل العوامل دي أدت انتشار الذبحة الصدرية وجلطة القلب في سن صغير. ده أهم سبب. لو قدمنا قدام شوية فوق 60 أو 70، ممكن يكون السبب الرئيسي هو ممكن يكون خلل في صمامات القلب، زي ما نعرف دلوقتي مثلا ضيق الصمام الأورطي اللي مشهور جدا في كبار السن ممكن يكون هو مسؤول عن فشل عضلة القلب. لو رجعنا لفئة عمرية أصغر في العشرينات مثلا، بنتكلم على الحمى الروماتيزمية اللي مصر مشهورة بيها جدا، سواء كان ارتجاع أو ضيق في الصمامات تسبب فشل عضلة القلب. لو رجعنا الفئة العمرية قبل كده خالص في الأطفال، بنتكلم على العيوب الخلقية في القلب. بالضبط، العيب الخلقي زي ما يكون يعني يكون في ثقب ما بين الأذين، ثقب ما بين البطين الأيسر والأيمن، أو حتى عيب إن في الصمام الأورطي، أو عيب في الصمام الأورطي ده ممكن يكون برضو عيب خلقي الطفل مولود بيه. ده الصمام الأورطي. أنا عايز تشرح للناس يعني إيه صمام. صمام أورطي، الصمام ده هو عبارة احنا بنسميه بوابة، هو بوابة ما بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر، وبرضو بوابة ما بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن. هذا وهذه البوابة تسمح بمرور الدم في اتجاه واحد فقط لا غير، وبمعدل ثابت. هذا المعدل لو تغير بمعنى انه قل، فده معناه ان الصمام عمال يضيق، فعشان كده مش معدي لي معدل الدم اللي المفروض يمشي. او انه الصمام ده ابتدى يوسع، فابتدى يبقى فيه ارتجاع، فالدم كله بقى رايح في اتجاهين مش في اتجاه واحد. ساعتها بيحصل خلل وبنسميه ارتجاع في الصمام. كان الصمام لو مثلا حصل فيه خلل، لاما ما يطلعش دم، لاما يبدا بقى يبقى عامل زي الباب البايظ، زي الفلف البايظ، صمام بايظ رايح جاي، كان مفصله باظت. عندنا كام صمام في القلب؟ عندنا 4 صمامات. في صمام الميترالي، وده ما بين الاذين الايسر والبطين الايسر. الصمام ثلاثي الشرفات ما بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن. في الصمام الرئوي ما بين البطين الأيمن والشريان الرئوي، أو يعني بيدي الشريان الرئوي. وبعد كده في الصمام الأورطي اللي ما بين البطين الأيسر وبعد كده الشريان الأورطي. لو احنا شفنا الفيديو اللي جاي، فيديو الصمامات، هنلاقي الصمامات دي باينه جدا، واضحه جدا. يمكن هم مركزين قوي، هنلاقيهم مركزين على الصمام الأورطي بس، هيبان شكل الصمامات في القلب متناثرة، اللي هي الصمام الأورطي زي ما احنا قلنا، والصمام الميترالي، والصمام الثلاثي، والصمام الرئوي. دول الـ4 صمامات بتوع الـ4 صمامات الموجودين طيب. في القلب ده القلب من بره، لو فتحنا اهو أيوة. اهو من الصمامات، لو ثبتنا الصورة كده هيبان كلهم مع بعض. ايوه بقى، ثبت كده اهو. يعني الصورة الأورطي لو شفنا الناحية اللي لونها أزرق دي هي الناحية اليمنى من القلب، وهو يعني اداها اللون الأزرق على أساس ان الدم اللي فيها لسه غير مؤكسج،
والناحية اليسرى اللي فيها الدم اللي لونه أحمر ده اتجاه الصمام الميترالي، وفي الناحية التانية اتجاه الصمام الثلاثي الشرفات، وبعد كده في الأورطة عندنا فوق أهو لو مشينا الصورة ماشي بقى عادي. لو مشينا الصورة اللي خارج منه الدم الأحمر ده هو الصمام الأورطي، واللي خارج منه الدم اللي باللون الأزرق ده هو الصمام الرئوي. طبعا لما بيضيق الصمام معناه انه ما بيقدرش يطلع بالزبط. دم كويس بالظبط. ده يعمل فشل في عضله القلب ازاي؟ طبعا دلوقتي في دم متراكم جوه في العضله هيبتدي يضغط على عضله القلب، فالعضله بعد شويه في الاول خالص ربنا سبحانه وتعالى بيجعل يعني امكانيه للعضله انها تستحمل الدم اللي موجود فيها، لكن لوقت معين لو في تاخر في العلاج وفي التشخيص تبتدي العضله يحصل فيها تليف تتهالك، بيحصل ان العضله بتتضخم وبعد كده يحصل فشل في عضله القلب، فالعضله شوف الصمام بص الصمام بقى بيتكلس ازاي مع الوقت وبيبوظ وبيضيق ازاي، بيبقى خرم بسيط خالص يعدي ده مع السن بالظبط مع السن او كده، فبيبقاش مودي دم كفايه لبقيه اعضاء الجسم، فيبتدي يبقى فيه فشل صعوبه في التنفس، يبقى فيه قله تركيز، يبقى فيه مجهود تعب في المجهود جامد يعني تعب مع المجهود جامد جدا. نقف شويه على حته التعب في المجهود، يعني ايه؟ ما كل الناس عندها تعب في المجهود بالزبط. اللي يميز عندك ان ده فعلا مريض عنده فشل في عضله القلب وعنده فتيج. اول ما بيخش عليا المريض ويقول لي انا كل ما اتحرك امشي اقل من 20 متر او 50 متر احس ان انا مش قادر اخد نفسي، يقول لك انا ساكن في الدور الرابع بقاله 10 سنين ساكن في الدور الرابع، بس يقول لك انا دلوقتي بقى لما اجي اطلع الدور الاول ما بقدرش اطلعه مره واحده، زي مثلا شايفين الصوره دي بفضل اقف استريح اخد نفسي وبعد كده اطلع. ده لازم لابد ان احنا اول حاجه نفكر في القلب، لانه القلب هو اشهر واكتر حاجه مسؤوله عن صعوبه التنفس اثناء الحركه. صعوبه التنفس اثناء الحركه دي تدل ان القلب فيه مشكله، وتدل ان العضله ممكن يكون فيها مشكله زي الفشل اللي احنا اتكلمنا عنه. طيب معلش انا بقى ايه يعني هعلي مستوى الحوار شويه. اتفضل. واحد عنده صعوبه في التنفس، اوكي؟ تمام. ما يمكن يكون عنده يعني ازاي نفرق بينه وبين الناس اللي عندهم حساسيه صدريه؟ ما الاثنين عندهم صعوبه في التنفس. بالظبط. دايما اللي عنده صعوبه اللي عنده حساسيه في الصدر وهو قاعد مكانه يبقى عنده صعوبه في التنفس. تمام. لكن مريض القلب طول ما هو قاعد ما بيبذلش مجهود، فالقلب محتاج كمية دم صغيرة. أول ما يبذل مجهود يبتدي القلب عايز دم أكتر، فيبتدي يحس بالأعراض. فدايما إحنا دكاترة القلب بالذات يحب كلمة مجهود، يعني حتى لما يجي لي حد يقول لي أنا عندي وجع في صدري، لو قال لي أنا عندي وجع بيجي لي وأنا قاعد، ده أول سؤال أسأله، بيجي لي وأنا قاعد الوجع ما يقلقش قوي، لكن اول ما يقول لي لا مع الحركه انا النهارده وانا بلعب وانا بجري وانا بمشي حصل، فده برضو نفس القصه في النفس. دايما صعوبه التنفس مع الناس اللي عندهم حساسيه في صدر بتيجي اتاكس، بمعنى بالظبط تيجي فجاه صبحيه بدري، يجي هو نايم مثلا تحصله في نص الليل يقوم، مش مصاحبها كمان بلغم، بتيجي انه حاسس ان صدره مقفول عايز هواء. تمام. غير طبعا القلب ده نقدر نفرق بيه كده. يعني ايه تاني في الاعراض؟ الاعراض طبعا انه احنا قلنا فشل في تلقي الدم او انه يودي دم، فشل في تلقي الدم او انه يتصرف في الدم اللي جوه العضله، يبتدي الدم ده يترصف في جسمه فيعمل ورم شديد في الرجلين او يعمل استسقاء في البطن، فنلاقي المريض جاي يشكي يقول انا رجليا الاثنين مورمين، مش عارف البس الحذاء بتاعي زي ما احنا شايفين الصوره، او انه يحصل استسقاء في البطن يقول انا بطني علت جدا ومش عارف ايه السبب. طبعا استسقاء البطن لازم نفرقه عن استسقاء البطن اللي بيجي نتيجه الفشل الكبدي. تمام. دايما هم يعني حاجه بسيطه جدا، انه دايما استسقاء البطن بتاع فشل عضله القلب يجي بعد
ورم تورم القدمين يبقى ماشي كده. لكن دايما استسقاء البطن اللي بيجي نتيجة الكبد بيبقى مبكرا وبيبقى معاه صفاء ده يعني صفار صفار في العين وبيبقى جسمه ابتدى يضعف جدا من قلة الأكل أو التغذية لأنه دايما عنده عدم قابلية للتغذية. ده دول مرضى الكبد زي ما حضرتك تمام عارف. ده احنا بنعمل كده تشخيص مقارن مهم جدا يعني كده كده احنا بنفرق الحاجات وبعضها. بالزبط. ايه تاني في الأعراض؟ في الأعراض زي ما قلنا قلة التركيز يبتدي ينسى كتير مش مركز يبتدي ينسى بسرعة وده طبعا زي ما قلنا انه العضلة ما بتوديش دم كويس للمخ فيبتدي يظهر أعراض عدم التركيز وكده يعني عدم التركيز ما قدرش يعمل حسابات ما قدرش يعمل تركيز ذهني في حاجة معينة يبقى كونفيوز ساعات يوصل لدرجة على فكرة ساعات بيوصل لدرجة ساعات يعني اللي هو بقى نقص الأكسجين في المخ بيوصل لدرجة قوية ساعات يعمل إغماءات إغماءات إن الدم مش واصل كويس للمخ فيبتدي يحصل إنه يفقد الوعي لمدة قصيرة جدا وبعد كده يفوق لما الدم يوصل تاني للمخ بصورة منتظمة. برضو في عرض مهم جدا لازم ده مرض يعني مرضى القلب يعني ده بالنسبة لهم هو عرض أول ما يحصل له يبقى عارف إن هو عنده مشكلة إن هو يبقى عنده فيه صعوبة في النوم بالليل يقولك أنا طول عمري بقالي 20 سنة بنام على مخدة واحدة بس أنا بقالي شهرين بقالي 3 مش عارف أنام غير على 3 مخدات طب ونسأله نقول له لو نمت على مخدة واحدة إيه اللي هيحصل يقول لا نفسي كرش وابتدي اطلع افرازات من صدري وما اقدرش اخد نفسي ده عرض مهم جدا احنا بنسميه أرثوبنيا فده عرض مهم لازم المريض يجي ويبحث بقى عن تشخيص ثم عليك لازم لو في طلب الطب او في بيت في طلب الطب في سنه 5 أو 6 اللي عندهم بطنه يجيب الاستاذ الدكتور ويقعد يسمعنا لان الكلام ده هيفيده جدا. أرثوبنيا تفرق عن باروكسيزم النوكتورنال ديسنيا اللي هو يصحى من النوم على كرش نفس ده برضو موجود ده بالظبط كرش نفس صحي من النوم ينام ساعتين وبعد كده يصحى برضو بكرشه النفس ده في الاول هي دايما ايه يعني انت ربنا سبحانه وتعالى جعل الأعراض بصورة متدرجة يعني المفروض أول ما الواحد يجيله تعب مع الحركة يبتدي يدور بعد شوية هيجيله تعب في النوم بالليل زي ما قلنا الأرثوبنيا دي وبعد شوية هينام شوية وبعد كده يصحى من عز النومة على قرشة نفس بيبقى سببها زي ما قلنا احتشاء او يعني سوري ارتشاح في عضلة القلب ارتشاح طيب انا عايز ارتشاح في الرئة بقى نتيجة انفشال عضلة القلب في الرئة لان ارتشاح هو تجمع السوائل داخل الرئة بالزبط. عايز اروح لحتة مهمة قوي يعني عايز افهمها اكتر وانا بتكلم على الدعامات وداخل عليها دلوقتي حالا بس قبليها لما تحصل جلطة في شريان التاجي وتؤدي الى الكلمة دي مهمة قوي لانه لو حد قاعد يدور على الترجمة بتاعت جلطة في القلب اللي هي مايوكارديال انفاركشن مش هيلاقي الا ترجمة عربية اللي اسمها احتشاء عضلة القلب والاحتشاء ملوش علاقة بالمحشي خالص عشان بس الناس تفهم. عايز اروح بقى ازاي حتة في القلب بتموت والقلب كله يتأثر يعني حاجة المريض نفسه هيسألها لك بالظبط. العضلة دي هو نسيج النسيج ده وصل له سبحان الله يعني كهرباء في جميع العضلة عشان تنقبض وتنبسط بصورة متناغمة جدا زي سلم موسيقي ما ينفعش يشز عنه أي نسيج واحد خالص يعني. فلما بيحصل احتشاء في عضلة القلب أو يحصل ذبحة صدرية غير مستقرة وما تتعالجش في الوقت المناسب ليها اللي هو اتحدد عالميا دلوقتي ان هو من 0 لـ120 دقيقة ده الوقت الوحيد بنسميه جولدن تايم الوقت الذهبي لإنقاذ عضلة القلب. واحنا الحقيقة بنشوفها في شغلنا احنا لما بنعمل بننقذ واحد سواء كان طبعا الحاجة المفضلة دلوقتي هو استخدام القسطرة لعلاج احتشاء عضلة القلب. شوف القلب اللي انت بتقول عليه اهو هو التناغم الكهربي اللي انت بتحكي عليه كله بيشتغل مع بعضه لو حتة ماتت فيه مشكلة بالظبط. احنا هنوضح دلوقتي فاحنا بنقول انه ساعتها المريض بيروح على طول الشريان اللي كان اتقفل اللي رايح يغذي حتة في عضلة القلب اتفتح فالدم بيروح فالتليف مبقاش موجود فالعضلة تفضل محفوظة. طيب اتأخرنا عن ساعتين المريض اهمل
بيحصل تليف في العضلة دي، زي ما قلنا هو كله نسيج واحد، فالتليف كأنه بينتشر في العضلة كلها، فالعضلة تبتدي تتضخم، تبتدي التليف يعمل عدم تناغم، ابتدى كله يشز، فابتدى الأذين يضرب لوحده والبطين يضرب لوحده، فابتدى في عدم تناغم، فابتدى الدم اللي خارج من العضلة غير متكافئ لاحتياج الجسم، فيحصل من هنا فشل عضلة القلب اللي هو طبعا الريزمية، عدم تسمم القلب، ثم الفشل في عضلة القلب. بالضبط. مقياس حضارة الأمم هي 120 دقيقة. بالضبط. مقياس حضارة الأمم وضح لنا، لأنه الدعامات هنا تركيب دعامات القلب مثلا، نقصد بها دعامات في الشريان التاجي ولا في الصمامات؟ احنا دلوقتي لغاية فترة قريبة جدا ما كانش أي مفهوم عندنا غير هو تركيب دعامات في الشرايين التاجية، ويمكن معظم المشاهدين هيبقى كلام جديد عليهم. لا، احنا عندنا دعامات لازم نفرقها، احنا عندنا ثلاث أنواع من الدعامات. دعامات لشرايين القلب التاجية، ودي الشرايين اللي راح تغذي عضلة القلب، اللي راح تغذي الموتور بتاع الجسم. ودي اللي احنا بنقول بيسببها احتشاء عضلة القلب او الزبحة الصدرية غير مستقر. يعني ايه؟ يعني في شريان اتقفل كان رايح يودي دم لعضلة القلب عشان تتغذى كويس، هذا الشريان حصل فيه ضيق او حصل فيه جلطة، فساعتها لازم يتفتح. فبيستخدم ساعتها الدعامة اللي هي للشريان التاجي. واحنا معانا فيديو هنا يوضح الدعامه دي بتتركب ازاي. في بعد كده دعامه للشريان الاورطي نفسه، فالشريان الاورطي ممكن يحصل فيه تمدد، يحصل فيه انشطار، فبقى في دعامه مغطاه للشريان الاورطي. دعامه شريانيه للاورطي، الشريان الاورطي دعامه كبيره جدا. الشريان الاورطي ده شريان ضخم، شريان ضخم جدا، فبقى فيه دعامة ليه، دعامة. لكن الأول هنا نبص ده إزاي إحنا بنعمل الأسطرة. زي ما حضراتكم شايفين الأسطرة دخلت في الشريان التاجي، وبعد كده بنمرر سلك رفيع قوي زي ما حضراتكم شايفين، والضيق موجود في الحتة اللي في النص دي، وبعد كده بندخل دعامة أو محملة على بالونة، أو بالونة الأول نوسع عشان نعرف نعدي بالدعامة. ده اهي بالون زي ما انا قلت لحضراتكم، بالونه الاول، وبعد كده البالونه عليها الدعامه زي ما حكيت، الشبكه اللي موجوده دي دعامه، الدعامه دي تفضل مخليه الشريان مفتوح وتخليه يسمح بمرور الدم بصوره منتظمه تاني للعضله، فيحافظ على عضله القلب. زي ما قلنا بقى، تاني نوع من الدعامات هو الدعامه للشريان الاورطي، وده طبعا يعني طفره في عالم الطب، لان كل المرضى دول كانوا بيتعالجوا بالجراحه فقط لغير، وجراحات معقده جدا وطويله جدا، فابتدت المشكله تتحل بدعامه مغطاه للشريان الاورطي، سواء كان في منطقه الصدر او في منطقه البطن تحت، ممكن نحل المشكله. تالت حاجه هي بنسميها دعامه او صمام صناعي، لما نجيلها في اخر الحلقه، اللي هو تغيير الصمام عن طريق برضو الاسطره. كل الحاجات دي غنت عن الجراحه للعيانين اللي هم صعب عليهم إجراء الجراحة لأسباب أخرى متعلقة بعدم القدرة على التخدير، عدم القدرة على مواصلة الحياة بعد إجراء الجراحة. طيب، إذن إحنا عندنا واضح إحنا فتحنا الطريق الأول في العلاج، ده الطريق الأول أو أسلوب من أساليب العلاج، لكن في أساليب تانية هنتكلم عليها دلوقتي. طبعا في أساليب جراحية وفي أساليب دوائية، خلي الدوائية دي شوية للآخر. أوكي. يعني أنا هعكس دايما الترتيب المعتقد إن أنا هبدأ بالدواء، لا، الدواء إحنا هنجيب سيرته عشان ممكن يعني نقوله بسرعة. لكن أنا أقصد الموست ريسنت، الأكثر حدث. موست ريسنت بقى، إحنا عضلة القلب مريض يسأل نفسه دلوقتي يقول أنا ما اكتشفتش العضلة، ما اكتشفتش الجلطة أو الاحتشاء بتاع عضلة القلب، أو ما كنتش أعرف إن عندي زبحة صدرية غير مستقرة اللي بعد 24 ساعة، فرمو رحت للدكتور قال لي أنت يا بابا عضلة القلب بتاعتك متهالكة وحصل فيها فشل. أقول له زمان كان هو علاج دوائي فقط لا غير، وما نقدرش نعملك أكتر من كده. لغاية ما حصل طفرة هائلة في إن إحنا نقوي فشل عضلة القلب باستخدام جهاز اسمه CRT او جهاز مقوي لعضلة القلب ذو زي ما حضرتك اهو شايفين ذو الثلاث اسلاك. هذا الجهاز بيتحط تحت الجلد بعملية بسيطة جدا، عملية جراحية بسيطة جدا. الجهاز ده بيطلع منه ثلاث سلوك، سلك منه بيروح للبطين الأيسر، وسلكين، واحد في البطين الأيمن والبطين والأذين الأيمن،
ويبتدي ايه وظيفته؟ وظيفته ان يبتدي يخلي القلب يتجانس تاني مع بعضه، يبتدي يدي اشاره للقلب يقول له انقبض في وقت واحد وانبسط في وقت واحد، فتبتدي العضله تتحسن. هذا الجهاز بيعمل نتيجه فعاله جدا في 70% من المرضى او اكتر من 70% في المرضى اللي عندهم فشل عضله القلب. ولكن هل كل الناس تركب هذا الجهاز؟ لا. عالميا في مواصفات معينه لازم تكون منطبقه للمريض اللي عنده فشل عضله القلب. اول هذه المواصفات ان يكون عنده انه ما يكونش ليه حل للعلاج، لانه ممكن يكون عنده صمام ضيق فعلاجه انه يوسع الصمام، ممكن يكون عنده مشكله في شرايين القلب فعلاجه انه يوسع شرايين القلب، لكن هذا الحل هو حل اخير للمرضى اللي استنفذوا كل طرق العلاج وبرضه لسه العضله ضعيفه. ساعتها نركب لهم هذا الجهاز. طب امتى نلجا الى جراحه بقى اللي هو قلب مفتوح؟ بالظبط. الجراحه دورها مهم جدا في كل الحالات اللي قلنا عليها. اول حاجه ذبحه صدريه غير مستقره او احتشاف عضله القلب. احنا الشرايين بتاعه القلب ما اتكلمناش عنها، احنا قلنا شرايين القلب هما 3 شرايين، الشريان التاجي الرئيسي بيتفرع لـ2 مهمين جدا، الشريان الامامي النازل والشريان الخلفي الدائري والشريان الايمن. لو لقينا ان الشرايين دي لا تصلح للدعامات، ساعتها بنروح نعمل عمليه قلب مفتوح لتوصيل الدم بصوره امنه لعضله القلب من خلال هم نسميهم كوبري، يعني بيروح من حته سليمه لحته سليمه اخرى عشان خاطر باي باس الحته او الجزء المريض ده. طيب وعضله عمليه القلب المفتوح برضو للمرضى اللي عندهم مشاكل في الصمامات، سواء كان عنده ارتجاع في الصمام فببتدي اركب له صمام صناعي يسمح بمرور الدم في اتجاه واحد، لو عنده ضيق في الصمام ابتدي اركب صمام يسمح بمرور الدم وما يمنعش اي مرور للدم عبر هذا الصمام الصناعي. شيلنا الصمام وركبنا واحد زي ما احنا شايفين كده، هي دي عملية القلب المفتوح بتتم ازاي. هشوف الصمام الصناعي جميل قوي بالظبط صمام رائع جدا باي ليفلتس جميل حتى ما عادش فيه بول انديكيشن بالظبط. بالنسبه للصمامات لغايه سنه 1992 كان المعروف عن تغيير الصمامات هو الجراحه فقط لا غير، ولكن بعديها ابتدى الشغل عليها من هذا التاريخ لغايه ما تركب اول صمام عن طريق الاسطره سنه 2002 بواسطه عالم فرنسي اسمه الان كربيه، ركب هذا الصمام عن طريق الاسطره. بس برضو الحقيقه هو مش لكل المرضى، هو لازم يكون مرضى ذو مواصفات معينه، مريض كبير في السن عنده ضيق في الصمام الاورطي، عنده مشاكل كتيره جدا، عنده مشاكل في الكبد، عنده مشاكل في الكلى، يصعب تخديره بنيانه الجسماني لا يستحمل اجراء عمليه قلب مفتوح. ساعتها بنعمل لهم زي ما حضراتكم شايفين كده، بنركب لهم صمام عن طريق القسطره بعمليه بسيطه جدا لكنها مكلفه طبعا، ولكنها عمليه بسيطه جدا ونسبة نجاحها أكتر من 95% تقريبا وبدون مشاكل كتيرة زي مشاكل عملية القلب المفتوح. هذه أحدث تقنية في التعامل مع صمامات القلب على الإطلاق. بالظبط بالظبط. اللي هو الدخول من خلال قسطرة. بالظبط. وده فتح لنا بقى المجال انه دلوقتي ابتدوا يمتدوا لصمامات اخرى زي الصمام المترالي. الصمام المترالي الان لسه ما يعني تحت التجربه انه نغير الصمام كله المترالي برضو عن طريق القسطره، ولكن المتاح دلوقتي ان احنا بنستخدم حاجات للصمام الارتجاع الصمام المترالي برضو عن طريق القسطره، تبتدي تضيق الصمام شويه بدل ما هو مرتجع وبيسبب ارتجاع تبتدي تحسنه شويه من خلال القسطره وبعمليه بسيطه برضو. النصيحه الاخيره اللي انت تنصح بيها مرضك او المرضى اللي عندهم تاريخ سواء عائلي او زي ما احنا قلنا حمر ابتزميه قديمه، صمامات قديمه، صمامات متهرتئه او مصابه لفترات طويله، تاريخ بالدهون الثلاثيه العاليه التي تؤدي الى التصلب في الشرايين وبالتالي تؤدي الى مشكله في عضله القلب نتيجه انقلاق الشريان التاجي. بالظبط. نصيحتي ليهم اي مريض يحمل اي حاجه من اللي حضرتك قلتها، اذا هو مدخن بياكل وجبات سريعه كتيره من بره، عنده سمنه مفرطه، ابتدى يجيله عرض من اعراض القلب اللي احنا قلنا عليهم، تاريخ عائلي، عنده تاريخ عائلي، عنده السكر، لو سمحت استشير الطبيب الخاص بيك.
اعمل مرة واحدة فحص للدهون الثلاثية والكوليسترول، اعمل مرة رسم قلب، اعمل مرة موجات صوتية، اطمن ان كل الحاجات دي كويسة عشان لا قدر الله لو في اي حاجة تتعالج بسرعة وما تسببش اي يعني فشل لعضلة القلب وبعد كده يبقى عندنا صعوبة في التعامل معاه. اعترف لك اعتراف ما تقولش لحد عليه، احنا في الدكتور مقلين جدا في الحديث عن القلب، نتيجة انه اساتذة القلب حضرتك واحد منهم بنقعد نتصل بيك وبندور عليك وليك دايما مشغول، فارجوك ما تشغلش عننا. لا ان شاء الله يعني ده او يعني لان ليس هناك اهم من القلب. لا لا أنا ضيف العزيز طبعا القيمه العلميه الكبيره الاسم الكبير استاذ دكتور ياسر احمد صادق استشاري امراض القلب والاوعيه الدمويه بمعهد القلب القومي، استشاري الاسره التشخيصيه والعلاجيه لشرايين القلب وشرايين الطرفيه بمعهد القلب القومي، زميل جامعه سان ماتيو بايطاليا، وطبعا رئيس قسم القلب بمستشفى اندلسيه المعادي، الاسم المتميز الكبير نورتنا يا دكتور. قبل ما نمشي لطلبه الطب فقط وللاطباء الامتياز فقط هذا الكلام، heart failure mean inability of the heart to produce normal cardiac output in spite of normal venous return insufficiency for tissue requirement. حاجة مهمة جدا you must focus على الإيجكشن فراكشن، ده بيشخص لك جدا يعني ايه heart failure. اوعى تنسى ان في حاجة اسمها silent myocardial infarction. Silent myocardial infarction is very common among diabetic patients. There is no pain, painless infarction. Painless infarction. فوانت قاعد في الاستقبال لو دخلك واحد قال له dyspnea you must بينشور ان هو ما عندوش مايوكاردال انفاركشن اذا كان دايابيتيك بيشنت. وي ويل بي باك اجين. اوكي.